السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط الخليج. برحب بكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. هنتكلم عن النعناع. النعناع اللي احنا شايفينه ده قدامنا اهوت، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. شايفين الأوراق بتاعته قد ايه؟ دي الأوراق النعناع. طبعا النعناع ده أنا زرعه على ريشة الفحل. الفحل ده اللي هو العناية الرئيسية أو الخط الرئيسي اللي بينقل المية في الأرض، اللي هو ده كده اسمه فحل. الفحل ده بيكون منطقة منخفضة بنوزع منه المية على الأرض. أنا زارع هو النعناع بالشكل ده، زرعه فين؟ في الريشة من فوق اهوت. بستغل المنطقة الفاضية بالشكل ده إن أنا بزرع فيها النعناع. النعناع بتكون الجذور بتاعته اللي هي الجذور اللي تحت ديت بيتزرع، وهو بيعمل لوحده، بيطلع مدادات بالشكل ده اهو. ادي الجذور بتعمل مدادات من تحت بتنقل بعد كده ان يطلع فيه نعناع مختلف وبالشكل ده. يعني احنا لو عايزين نزرع نعناع في البيت واحنا اشترينا نعناع، شارين نعناع مثلا من راجل في الشارع بيبيع نعناع او من عند بتوع الخضار، بنجيب النعناع. ادي النعناع مثلا بالشكل ده، واحدة بالشكل ده. لو هي لها جدر هنزرعها. طيب لو ما لقاش جدر هنجيب العود اللي بالشكل ده ونشيل الورق بتاعه اللي هو ده ونزرعه في قصيص او في قصرية خاصة بزراعة النباتات، وبنسقيه بالمية هيطلع لنا نعناع مع الوقت، وهيبقى بسم الله ما شاء الله انا حاجة جميلة. يعني شايفين الورق، شايفين النعناع اللي طلع ده كله ما كانش موجود، بس مع الوقت المدادات انتشرت وعملت النعناع اللي قدامنا ده. فزراعة النعناع سهل جدا، وخاصة ان النعناع مفيد. لو احنا مثلا النعناع اللي احنا زارعينه ده بنستخدمه ان احنا ممكن نحط الاوراق بتاعته في السلطة، او ان احنا بنعمل ورق نعناع مع الشاي، او ان احنا بنعمل النعناع لوحده خالص من غير الشاي او اي حاجه، بنعمل نعناع وان احنا بنشربه نعناع مغلي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الاشعارات، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير. ولو في اي تعليقات او كومنتات ممكن تكتبوها لنا ونستعرضها مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.